Arap kardeşimi de seviyorum, Türk kardeşimi de seviyorum. Ben eğer bu ayrımı yapsaydım, Siirt'ten bir Arap kızıyla niye evleneyim, evlenmezdim. قائد الأمة الإسلامية رجب طيب أردوغان رجل العام مرشح جائزة نوبل للسلام. أنا أحب إخوتي العرب، لو كنت أفرق بينهم لما تزوجت عربية من مدينة سرت. أمين أردوغان، المرأة التي لا تستسلم بسهولة. أم أحمد أو أمينة أردوغان، المرأة التي نصبت أردوغان زوجا لها أن كانت في سن 23، شابة طموحة ذات رؤيا. لكن من كان يظن أن المطاردة بحجابها ستصبح سيدة تركيا الأولى وبالحجاب؟ شابة نشطة أعجب بها لاعب كرة يدعى رجب طيب أردوغان، خطبها عام 1978 ثم بدأت رحلتها. ولدت عام 1955 في منطقة الفاتح في اسطنبول، وفيها عاشت طفولتها. أما عائلتها فتنحدر من مدينة سرت وهي الصغرى المدللة بين 5 إخوة، البنت الوحيدة بين 4 شباب. أنجبت السيدة أمينة 4 أبناء: أحمد براق، بلال، إسراء وسمية. عاشت أمينة ككل امرأة متدينة كل ما عانته مواطناتها من قمع من السلطة العسكرية التي كانت تطارد المظهر الإسلامي للنساء، لكنها لم تستسلم. كانت صارمة داخل عائلتها بأن يعيش أفرادها حياة إسلامية، لهذا اضطرت إلى ابتعاث ابنتيها الاثنتين للدراسة في الخارج بسبب منع الحجاب في المدارس التركية. كان ذلك قبل تولي زوجها منصب رئاسة الوزراء. وفي عام 2014 أصبحت سيدة تركيا الأولى. لعبت السيدة أمينة دورا مهما في الحياة السياسية والاجتماعية لزوجها، وساندته في كل المراحل منذ حزب الرفاه الإسلامي ثم حزب العدالة والتنمية التركي حتى وصل إلى هرم السلطة رئيسا للوزراء ثم رئيسا للجمهورية التركية في 14 آب 2014. بنشاطاتها الاجتماعية المؤثرة كان لظهورها إلى جانب زوجها بزيها الإسلامي تأثيرا بالغا بين الأسر التركية. التزمت أمينة بالبروتوكولات الدبلوماسية التركية وهي ترتدي الحجاب الإسلامي إلى جانبه أثناء تنقلاته الداخلية والخارجية، وجلست برفقة رؤساء دول العالم وزوجاتهم، وتميزت بأناقتها. لها آراء سياسية تظهرها بوضوح، وخاصة ما يتعلق بالشق الإنساني، سواء ما يتعلق باللاجئين السوريين أو حين نقلت كل وسائل الإعلام العالمية فيديو ظهرت فيه أمينة وهي تبكي تأثرا بأوضاع أقلية الروهينجا المسلمة، وذلك خلال جولة بمعسكر باندوبا
في ميانمار. منافسو زوجها هاجموها بصفتها أعادت الحرم لك. لها العديد من المبادرات بتعليم الفتيات في تركيا، وكان لها أثر بالغ في هذا الجانب. حصلت على جوائز دولية في مختلف المجالات بفضل ريادتها لمختلف الأعمال، من بينها جائزة الاعتراف بالخدمات الإنسانية الذي عقده مؤتمر المحسنين العالمي ومقره شيكاغو عام 2018، وذلك بفضل جهودها الرائدة في مجال المساعدة الإنسانية. في العام نفسه منحت أيضا جائزة التميز للقيادة الإنسانية من قبل تحالف الأمل العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد نجحت في مطاردة ورفض الصورة النمطية التي كان يريد العسكر سابقا رسمها للمرأة المحجبة، ونجحت في كسرها. وكما زوجها السيدة أمينة لا تستسلم بسهولة. رجب طيب أردوغان، يا عبد الله إني أحبك في الله.